صباح الخير اعزائي مرحبا فيكم مجددا على بيروت فريجرنس باشن كل شخص جديد على القناه بتمنى يعمل سبسكرايب الفول هالرواق في نسمه هيك بارده نسمه بروده الساعه ست الصبح بالحديقه عندي بالبيت فنجان قهوه على رويق. مراجعه اليوم العطر من دار باكورابان اكسس فور مان او فور اوم من دار باكورابان مع الاصدار القديم هذه فول برزنتيشن هذا العطر تم اصداره عام ألف وأربعة 1994 اه العطار هو العطار الشهير اللي صار عنده دار عطور نيش روزندو ماتو وعطار تاني اسمه جيرار انطوني والعطر من نوع الودي اروماتيك اوكي مع اصدار قديم من الفينتج من الانين الاساسية بس اصدار قديم الشكل الزجاجي القديم القلبة هذا اللون تيجي هيك لون ابيض اكس اس اوكي اكس اس بور اوم ميت ام من تركيز اوضة تواليت اوكي فشوفوا هون العطر بالزجاجة زجاجة بتفتح بهذا الشكل هولي وقتها انعملوا الزجاجات كان انه قصة كبيرة انه بتفتح مثل آآ آآ مثل القداحة مثل الولاعة يعني مثل الولاعة الدوبون او زيبو هذا السبراير ريحه من اجمل الروائح انا اللي بحبها ريحه جميله جدا منعشه جدا هذا أه العطر بيتركز حول البرغموت اكليل الجبل نعناع ليمون الطيون والمندرين بالافتتاحيه بالوسط عنا العرعر خشب الورد البرازيلي المريميه ابره الراعي والكزبره اذا شفتوا بالافتتاحية وبالوسط في عنا اعشاب كتير وفي عنا حمضيات وبالقاعدة عنا خشب الصندل المسك طحلب السنديان الارز الفانيلا الباتشولي وعنبر الحوت او ما يعرف بالامبر جريس ما بعرف اداه صحيحة انه في هيدا العطر امبرجريس. ما, ما بقدر اكد او انفي اوكي هذا العطر أه بيقولوا انه بيشبه عطر كريد هيمالايا مع انه كريد هيمالايا اجا عام 2002 هيدا 94 فالكريد استوحى عطره من هيدا العطر يعني هيدا العطر عطر مهم فمشان شركة الكريد تعمل عطر شبيه لإله بعد أه بعد 8 سنين او من 94 لل بعد ثمان سنوات تصدر الكريد عطر الهيمالايا اوكي هلا أه... بالنسبه للاصدارات الحاليه من اكساس في بال2018 انعمل اصدار جديد عبوه هيك قصيره أه... صار شكلها مثل بيور اكساس وهذا ستايل الزجاجات راح تكون على الشاشه هاي الموجوده حاليا بالسوق هذا العطر بلش يخلص بالسوق بهذا الشكل هلا بتلاقوا الزجاجة الجديدة أكيد نعملها ريفورم نعمل ريفورميليشن يعني تغير شوي العطر بالنسبة هيك للريحة ل... شوي تغيرت هيك تحسوا تم تخفيفه يعني عمل له للأسف. للأسف فاللي بلاقي بعد زجاجة من هيدا من هيدا الشكل أكيد خضة لأنه ما راح يلاقيها بعدين صار غير تغير العطر شوي بال... بالريحة وبالأداء وشوي بال... والأكيد وشكل الزجاجة أه... كما قلت لكم أنا كتير بيعجبني هذا العطر من أكتر العطور اللي ده استعملته قديما ورجعت له حاليا و... وحظي حلو أنه لقيت أه... زجاجة من الموديل القديم أه... بتلاحظوا أنه لون العطر مايل اخضر على اصفر بالاصدارات الجديده بتحسوه يعني عشوائي رح يكون شفاف لون العطر بتعرفوا انه تم تخفيف التركيز تبعه وبالاساس هذا العطر منه هالعطر الجبار يعني اساسا هو عطر انه وودي اروماتيك منه كان أدائه هالصارخ الجبار فكيف اذا تم تخفيفه بعد أنا بالنسبة للألدي عم يعطيني تقريبا بحدود من خمس لست ساعات ثبات جيدين مع أول ساعة لساعة ونص يعني حسب حسب التأس حسب التأس إذا كان كتير حر أو في رطوبة إنه بين الساعة لساعة ونص فواحين مقبول أول ساعة ونص الفصول ربيع بالربيع بحس أدائه أفضل من الصيف الحار بيعطيني أداء أحسن أه والصيف يستعمل ربيع وصيف حتى خريف ممكن استعمله أه بالإطراءات أه ما كتير صراحة جبل إطراقات هيك مباشرة إنه بس إنه كان انطباع جيد لأنه ريحة حلوة منعشة ريحة نظافة أه شوفوا هالأعشاب كلها إكليل الجبل المريمية إبرة الراعي كلها هال مع النعنع هالقصص الفريش الحلوة فبيعطي انطباع حلو حواليكن ما ما بيعطي هالإطراء إنه المباشر سعره وبعدو بتلاقوه بسعر مقبول العالم إجمالا غير محبي العطور العالم الماس بيبل يعني ما عندهم مشكلة ما بيعرفوا انه ريفورميليشن وانه بيعتبروا انه بعده موجود بعد بتلاقوا اكسس بالعبوة الناصحة بالعبوة القصيرة ففكرين انه عادي بعده ما في فرق فاذا بتلاقوا هيدا الاصدار بتلاقوا بحدود الخمسين خمسة وخمسين دولار اكيد بنصحكم تاخدوه احسن من الاصدارات الجديدة على اكيد هيدا هو اذا اعزائي اكسس هذا من ايقونات بداية التسعينات عطر جميل جدا عشبة خشبي وبيشبه عطر كريد هيمالايا برجع ف عطر اكيد بنصحكم فيه اللي بحبوا هالستايل من العطور ما تنسوا تتابعوني اعزائي تعملوا سبسكرايب ونشوفكم فيديوهات جديده